أحسن الله إليكم. أم علي تقول في سؤال لها: زوجي يغضب كثيرا وتصدر منه بعض الأخطاء وبعض الشتائم، وعندما أنصحه لا يقبل مني، فأرجو أن تنصحوه مأجورين. نعم، ينبغي للمسلم أن يكون عفيف اللسان، نزيه الكلام، لا يتكلم بالكلام السيء من السباب والشتم وشهادة الزور وغير ذلك من الكلام الباطل. الله جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا، أيحسن المقال، ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ واللسان خطر على صاحبه. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلام لا يذهب سدى، وإذا قال لأخيه يا فاسق يا كافر يا فإن أو قال لعنه الله، فإن هذا يرجع وباله عليه، إن لم يكن الذي قيل فيه هذا الكلام مستحقا له فإنه يرجع على صاحبه ويرجع إثمه على قائله. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن لا يتكلم إلا بخير. قد قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.